كان لابد بقى ان نحسم موضوع انف ابو الهول، فقلنا يعني نجيب المعلومه من اهل المعلومه. معانا على التليفون دلوقتي بسام الشماع الباحث والمرشد السياحي. يا بسام صباح الفل. صباح القشطه على عيونكم. صباح الفل. ازيك يا بسام؟ عامل ايه؟ العظيمه العظيمه. عامل ايه الاخبار؟ انا زي الفل الحمد لله. طبعا مين نتجادل من الصبح بقى؟ مروان شايف ان نابليون هو اللي وقع المناخير، وانا شايفه ان انا مصدقه الراجل اللي قال لي لا دي عوامل تعريه. فممكن تقول لنا هو ايه الحقوق؟ وفي بقى اصلا ناس مصدقه ان هو بترجعها للخليفه الفاطمي يعني، فانت ايه بقى؟ شوفي انا بصي انا من سنين كنت بتكلم في الموضوع ده، كتبت فيه على كتبي وكده، ان لا نابليون والفرنسيين مش هم اللي دمروا او ضربوا او اخذوا وجه او انف ابو الهول كهدف عسكري والكلام ده كله كده. وطبعا نابليون ده راجل دموي وراجل غازي، وانا ما بحبوش اصلا في التاريخ، لكن لازم التاريخ يتحط كده تو سيت ثينجز ستريت او يقولوا كده في الغرب، وكل حاجه تبقى مظبوطه. نحط كل واحد ياخد حقه يعني، لو عمل كده نقول عادي. بالظبط كده. فنمره واحد الادله كالاتي كده سريعه. نمره واحد، في واحد اسمه فريدريك ناردن، الراجل دوت كان رسام ولكن في نفس الوقت كان نيفل كابتن، كان كابتن بحري، وكان من الدنمارك زمان ما كانش فيه كاميرات، فكانت الملوك تبعت الفنان دوت عشان يرسم ويرجع بالرسومات دي بهي دي زي الكاميرا كده دوت عشان يعرف اثار مصر. فرسم هذه الرسمه لابو الهول والانف فيها محطم. معروف ان فريدريك ناردن وصل الى شاطئ الاسكندريه سنه 1737. اتنشرت الرسومات بتاعته 1755. يبقى على الاقل 61 سنه قبل ما نابليون بونابارت يجي بالغزو الفرنسي، اللي احنا مش عارف ليه مسمينها الحمله الفرنسيه غزو فرنسي، الحمله انت مالك بتخففها ليه؟ المهم نزلوا على شواطئ الاسكندريه كويس كده اهو. والكلام دوت كان 1798، يبقى قبلها ب 61 سنه الانف على الاقل انف ابو الهول محطمه. طيب نرجع نقول طيب مين؟ نرجع للمقريزي. المقريزي في الخطط المقريزيه قال ان في واحد اسمه صائم الظهر طلع وكسر وبتاعه، وكان عايز يشوه الوجه وخايف الناس يعبدوا تاني والكلام ده كله. الكلام اللي اتقال ده انا ما اقدرش اخد اربع سطور في الخطط المقريزيه علشان يبقى دليل مادي كامل على نظريه بالمنظر ده او حقيقه بالمنظر ده. يبقى انا هحط المقريزي على الجنب شويه لغايه لما يبقى في عندي اثبات مادي لهذا الموضوع. اما بالنسبه لفكره يعني حطم الانف ليه، الانف نمره واحد اضعف منطقه في التمثال المصري القديم، عشان كده هتلاقي نوف كتيره جدا متكسره في التماثيل. نمره اتنين، المره الجايه وانتوا بتبصوا على ابو الهول او لو انتوا مش هتروحوا الجيزه النهارده، طلعوا معاكي 200 جنيه في جيبك. ان شاء الله. شوفي مروان معاه 200 جنيه، اكيد مروان هيبقى معاه 200 جنيه. ان شاء الله. الو الصوت بيقطع يا بسام. ايوه هبص بس هبص وارجعها لك. ايوه بس بقى التحرير المخرج المعدين ماشي، هتطلعوا ال 200 جنيه هتلاقوا فيها رسمه تحفه تحفه، تحيه للناس اللي بترسم على فلوسنا الاثار بتاعتنا بجد. هتلاقوا فيها رسمه لوجه ابو الهول، بصوا كويس فيها. هتلاقي فيه ثقب في اعلى الانف وفي ثقب تحت شويه. الثقبين دول يدوا النظريه الاقوى بالنسبه لي انا، ان في واحد طلع بعتله او باداه جامده حاده وراح ضارب فوق الانف ضربتين كده هو اتعمل ثقب، وراح ضارب تحت، فده سهل على الانف انها تقع وتنزل. الشرح كله في الموضوع دوت بالرسومات والكلام ده كله وحكايه فريدريك ناردن بالارقام هتلاقوها فعلا في مقالات بسام الشماع الفيسبوك المجاني ده، وبالرسومات بقى هتشوفوا الرسومات المختلفه. اذا في الاخر خالص الكلام ده اتقال من سنين من سنين من سنين، لما رجعت الجاردن قالته من يومين ثلاثه كده هوت الدنيا اتقلبت تاني، لا المصريين كانوا سباقين في الموضوع ده. الحمد لله. ما احنا قلنا كده برضك. الحمد لله. بصي في الاخر خالص انا عايز اقول لكم حاجه جميله جدا. ابو الهول يا جماعه طلطم، ابو الهول ذات نفسه حاجه غامضه جدا. شوفي انا بعد 35 سنه قراءه في التاريخ بقول لك لغايه دلوقتي انا بقف قدام حاجات معينه في مصر القديمه وبقول ازاي عملوها، زي بناء الهرم. اعملي مليون نظريه، تعالي احضري محاضرتي هتقعدي ثلاث ساعات تسمعي في نظريات عن كيفيه بناء الهرم. هاتوه يا بسام والله. لكن بالعكس احنا انت عارفه المحاضرات النظريه لذيذه وفيها ضحك وفيها بتاع، لكن في الاخر خالص بتقفي قدام الهرم وما زلتي بتقولي علامه استفهام ازاي بنوه. نفس الحكايه في ابو الهول. ابو الهول خدوا عندكم نمره واحد، الراس اصغر من الجسد لو انتوا بصيتوا على النسب. طيب المصري القديم كان في النسب عبقري. ليه عامل راس التمثال هنا في ابو الهول بالذات القابع في الجيزه ده، ليه الراس اصغر من الجسم نسبيا؟ ففي نظريه طلعت قال لك لان الراس دي في الاصل كانت حاجه اكبر ثم تم نحتها على هيئه راس الملك. نمره واحد. نمرة اتنين، عندنا لوحة في المتحف المصري. يا مصريين روحوا المتحف المصري في التحرير، خشوا الغرفة بتاعت الدولة القديمة هتلاقوا لوحة جميلة كده هوت 70 في 43 سنتي كده اسمها لوحة الإحصاء. اللوحة دي بتقول إن في حاجة زي يعني لايتنينج كده نزل زي برق نزل على المنطقة بتاعت الجيزة وكسر حتة في دماغ أبو الهول.
اوكي. لما تبصي في اللوحه دي هتلاقي فيه اسم خوفو في الموضوع. طيب احنا عارفين اتقال لنا واحنا صغيرين في المدارس وفي الكتب اغلب الكتب بتاعت العلماء الكايسكين ان خفرع هو صاحب ابو الهول. طب ايه حكايه ان خوفو شاف ابو الهول دي؟ يعني كان انا بقول لك ايه، احنا درسنا، لا احنا درسنا ان خوفو هو اللي امر ببناء ابو الهول. لا انت هتدرسي خفرع، بصي كويس ماشي، بصي في الكتب بتاعت المدارس خفرع تملي، لان انا بقول لك اغلب انا لما طلعت قلت الكلام ده ازاي ده بس وخفرع ده ما هو اللي عمل ابو الهول. طيب نمره 2، مفيش نص مصري قديم لا هيروغليفي ولا اي نوع من انواع الكتابات المصريه بتقول ان خفرع صاحب ابو الهول. طيب مين صاحب ابو الهول؟ هل هو خوفه؟ هل قبل خوفه؟ يبقى ده الغموض. نمره 2. نمره 3، تمثال ابو الهول ما لهوش هيروغليفيه واحده، يعني تمثال ذات نفسه. عارفه المصري القديم كان تملي بيحب يكتب ينقش وينحت على تماثيله. ده تمثال بدون. نمره 4، روحي شوفي تماثيل وشوفي المناظر اللي في المعابد في مصر القديمه، هتلاقي اغلبها جسم بني ادم وراس انسان، جسم بني ادم وراس طائر. ده العكس مثلا. العكس، برافو عليك. صح، هتلاقي جسم. فده لغايه بصي على الابتسامه بتاعت ابو الهول. مش تقولي لي بقى ابتسامه جوكاندا، جوكاندا مين وموناليزا مين؟ موناليزا بتلعب جنبينا. شوفي الابتسامه بتاعت ابو الهول الغامضه دي، اللي هي الابتسامه الملكيه دي الجميله والشفاه الغليظه بعض الشيء. لا، فن على اعلى مستوى. ده نمره 4. نمره 5، هو فعلا كان تحت التراب لحد رقبته، علشان كده اتحافظ عليه، لكن اول ما تشال التراب من عليه اتخبط بالرياح، والرياح دي بتعملها يا جماعة تكاكين. عشان كده لما تبصي على جسم ابو الهول تلاقيه فيه خطوط داخلة جواه كده، كأن حد ناحت جوه الجسم. ايه النحت ده؟ ده مش نحن بني ادمين، ده نحت الرياح. علشان كده كنا بنقترح ان لازم يحصل نوع من انواع الحماية لهذا التمثال. اعمل بقى سور، اعمل حاجة علشان الرياح ما تخبطش فيه. فاكرة اوكي، بس فكرة ان عوامل التعرية هي اللي وقعت المناخير انت مش بترجعها، بس لا من هنا لغاية حد هو اللي خبط او كده علشان النقطتين دول. لا من هنا لغايه بكره يا استاذه، لا من هنا لغايه بكره، لان زي ما انت شايفه الاخرام. لا انا بقول لك يعني، لان هي اصلا من ضمن الاقتراحات الجميله، ودي حاجه بتخلينا كلنا نتجادل ونتناقش يعني. لكن من الواضح الثقوب اللي انتم هتشوفوها فيه، لا في ثقوب مع في حد ده بتاعت عوامل تعريه خالص، وعامل التعريه مش هتوقع المناخير بس بالمنظر ده، ولكن الكسر اللي واضح قوي، زائد كمان الدقن اللي هي ان انا بطالب بعودتها من المتحف البريطاني ديت، لان هم حاطينها هناك وانا رحت شفتها الحقيقه، حاطينها في فاترينا يعني هناك. طب انتوا واخدين الدقن بتاعت ابو الهول ليه؟ هو احنا موزعين رجعت. يعني لو دهن ابو الهول رجعت انا مش هطالب بانها تتحط، لان خلاص الناس تعودت على ابو الهول من غير دقن. دي هتتحط في متحف، نعمل متحف اسمه متحف القطع الواحده، ومتحف القطع الواحده يتحط فيه بس ده، ويتعمل له كده تذكره للاجانب ويخش مجانا للمصريين. بس هم احنا بنشكرك جدا، اوضحت بعض الحاجات اللي كنا بنتساءل عليها من الصبح. صباحك زي الفل، ويوم جميل عليك ان شاء الله. وانت كمان مروان، صباح الخير يا بسام. ثانك يو، ميرسي جدا، شكرا، ربنا يخليك.